أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يا فضيلة الشيخ، إذا حج الإنسان وخشي أن يكون قد وقع في محظور أو ترك واجبا من واجبات الحج، كأن يخرج من حدود عرفة قليلا أثناء وجوده في سيارة الحملة الأتوبيس بغير إرادته، هل يجوز له مقدما أن يذبح فدية احتياطا؟ شيخ، لا تجري الفدية إلا إذا ترك واجبا من واجبات الحج أو فعل محظورا من محظورات الإحرام. أما مجرد الشك ومجرد الظن هذا لا يوجب عليه الفدية، لكن لو ذبحها من باب التطوع أو من باب الاحتمال فلا بأس، لكنه غير واجب. هذا غير واجب إلا ما غلب على ظنه أو تيقن سبب وجوبه من ترك واجب واجبات الحج أو العمرة أو فعل محظور من محظورات الإحرام فيهما، حينئذ تجب الفدية أو ما ينوب عنها عند العجز مثل صيام 10 أيام. نعم.